يغسل أبو أحمد دمه مرتين أسبوعيا بعد أن زرع كلية كانت قد تبرعت لها بها زوجته، لكنها لم تصمت طويلا وتوقفت عن العمل ليرتاد مستشفى الرحمة في دركوش شمالي جسر الشغور لتلقي العلاج المجاني هناك. بعد مضي 3 أعوام وهو يغسل كليته، تفاجأ أبو أحمد مؤخرا بنفاد كمية الدواء، الأمر الذي أضحى يشكل خطرا على أبو أحمد وغيره من مرضى غسيل الكلى الذين سيضطرون للسفر بعيدا لتلقي العلاج. أول ما رح زرعت في الشام ظلي 2.5 سنين بعد من ضربة الفشل الكلاوي، وبعد من جيت أغسل هون في دركوش. المهم وصار أنا معي خسر الكلاوي، عملوا لي قصرة في رقبتي، عملوا لي قصرة في إيدي، وجينا هون كم يوم عند أبو صبحي واني بكلي ما في مواد بقى تطلع على أدلب يا أبو صبحي، يعني والله فقيرين، قال لي إيش بيطلع بيدي، أنا ما عندي. حياة أبو أحمد ليست وحدها في خطر، بل هناك 33 مريضا، فهذا هو المشفى الوحيد في منطقة دركوش الذي يقوم بغسيل الكلى. أنا مريضة غسيل كلي، صار لي 2 سنة عم أغسل. وهون ما جينا على دركوش بنتعب، هون قريب على منطقتنا، قريب علينا يعني، والشباب كويسين ما مقصرين. جينا تفاجأنا أمس بيقولوا لنا شباب ما في دعم، بقى تروحوا على الدب. يلا الدب مشكلي، بعتونا على الدب، الجماعة ما قصروا الشباب يعني بإدلب مثلا، يعني عطونا وسووا نقل لنا، عطونا شوي من المواد، قالنا يغسلوا هنيك. بتمنى من الشباب الدعم يدعمونا، يعني إذا ما غسلنا بنموت. يأمل القائمون على المستشفى من الجمعيات الخيرية والإنسانية بأن يؤمنوا الدواء اللازم لغسيل الكلى حتى يستمروا في عملهم المجاني والإنساني تجاه المرضى الذين يرتادون المشفى بشكل يومي. مركز غسيل الكلى في مشفى الرحمة بدركوش هو المركز الوحيد في منطقة جسر الشغور، عم يقدم الخدمات المجانية لمنطقة جسر الشغور بالإضافة إلى جبل كراد والتركمان. للأسف أنه هذا الدعم بجلسات الغسيل والمواد اللازمة لغسيل الكلى توقف من حوالي 3 أشهر، والمرضى مهددين بالموت في حال أنه عدم توفر هذه الجلسات. نحن بنناشد جميع المنظمات الإنسانية بالتدخل ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل لحل هذه المشكلة وأنقاذ حياة هؤلاء. 34 مريضاً في خطر إذا لم يتم علاجهم ومتابعة أحوالهم الصحية، فالتكاليف الإضافية والسفر وأوضاعهم المادية قد تدفعهم للتقصير بالعلاج، إلا أنهم يأملون بحل سريع يخفف معاناتهم ويبدد همومهم.